هو ينفع ان المرأة تخرج من بيتها لما يكون في مشاكل مع زوجها؟ لا طبعا ما ينفعش. مين قالك ان هو ينفع؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ربنا سبحانه وتعالى نسب البيت هنا ليكي، معقولة تسيبيه وتمشي؟ يبقى لا زوجها ليه ان هو يطلعها من البيت ولا هي ليها ان هي تطلع من البيت. طبعا هتقول يبقى شتمني وضربني ومبهدلني ومفرج عليا الشارع اقعد له في البيت. حضرتك ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة أن حتى لو زوجها طلقها طلاق رجع ان هي تفضل في البيت وما تخرجش منه، وقال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. طيب هتقولي لي نحل المشكله دي ازاي؟ ايوه تتحل في بيتك اللي هو بيت زوجك برضه، والدليل ربنا سبحانه وتعالى قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ابعثوا يعني حكم من هنا وحكم من هنا وييجوا لبيتكم اللي الزوجه المفروض تكون موجوده فيه ويقعدوا ويحلوا المشكلة معاكم. لكن تطلعي من بيتك ده أكبر غلط والله، واسألي اللي طلعوا قبلك مشاكلهم دلوقتي عاملة ازاي وحجمها بيكبر يوم بعد يوم قد ايه. لا والله، ومش بس كده، كمان اسألوا اللي رجعت بيتها بعد المشكلة ما اتحلت علاقتها مع زوجها بتبقى عاملة ازاي. فلو في تصرفات غلط موجودة في المجتمع بلاش ان احنا نقلدها، علشان شرع ربنا هداية ورحمة لكل أمر في أمور حياتنا.